مشاهدينا، بعد ما شاهدنا وياكم هذه الجولة واستمعنا إلى الآراء، احنا نرجع إلى المبادئ الحقيقية لديننا الحنيف والمبادئ اللي ثبتها أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هي موضوع السخرية من المواضيع المنبوذة جدا بالدين الإسلامي، وأوصانا بها الكثير من الأحاديث، أنه لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وتفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع. اليوم نعرف موضوع السخرية بمصطلح التنمر، لكن احنا اذا نرجع الى جذورها فنجد انه الدين الاسلامي من قبل الاف السنين اوصانا بانه ما نسخر من بعضنا البعض، وان اكرمكم عند الله اتقاكم. خلونا نقرا التعليقات اليوم اللي وصلتنا على سؤال التفاعل، والبدايه من جاسم العيساوي. بالبداية جاسم أثنى على المواضيع اللي نختارها في سؤال التفاعل، شكرا لك يا أخ جاسم. قال الله يحفظنا من السخرية لأنها مذمومة عند الإسلام، والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول أتيت لأتمم مكارم الأخلاق. أيضا عندنا أبو حسن ماهر الصليطي التميمي، حياكم الله ورعاكم، شكرا لكم على هذه البرامج التربوية الأخلاقية ونرجو المزيد إن شاء الله. رب العالمين يوفقنا ودائما ننال إعجابكم. يذكر أن موضوع السخرية هو نقص في شخصية الفرد مما يجعله ينتقص من الآخرين. إذا رب العالمين إن شاء الله يكملنا ويكملكم يا رب، وما تكون عندنا من هذه الصفات إن شاء الله. أيضا كربلاء جنتي رفقة قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما صلت على محمد، تقول حب لأخيك كما تحب لنفسك. اليوم إحنا إذا حبينا الطرف المقابل مستحيل راح نسخر منه حتى أي عمل يقوم به. نعم. الله ثقتي الموسوي، اللهم صلي على محمد. تعد السخرية من الأمور التي تسبب الإزعاج والضيق لمتلقيها، لكن من الضروري معرفة طريقة التعامل مع السخرية والرد عليها بلباقة، واعتبارها كفرصة للتحسن للأفضل. لذلك يجب التعامل معها بإيجابية، وفيما يأتي بعض الكلمات اللي يمكن استخدامها للرد على الأشخاص الساخرين. هو ما ذكر هذه الكلمات، لكن إن شاء الله تعليق موفق وصحيح. هي السخرية أمر مذموم في الإسلام وفي المجتمع المسلم. نعم، أسرع أني راحت مني التعليقات. نعم. نور الزبيدي، إذا تعرضت للسخرية في موقف ما فإن من الأفضل عدم الرد وتجاهل الأمر تماما. نعم. وحاول ألا تفكر بها وأن تشغل نفسك بأمور تجعلك تنسى السخرية التي قد تعرضت لها وتهدئ من عواطفك الانفعالية. وتذكر أنه عليك أن تختار دائما الشعور بأي شيء إيجابي بعد التعرض للسخرية. أم ضرغام رافقة بقول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، صدق الله العلي العظيم. وأحسنتم، إذن هذه هي مبادئ إسلامنا وديننا الحنيف من القرآن الكريم اللي هو دستورنا، إلى أقوال النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وأقوال الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. أهلا مشاهدينا، شكرنا الجزيل لكل اللي شارك ويانا بالتعليقات على سؤال تفاعلنا لهذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا يا رب إلى ما هو فيه خيرنا وصلاحنا إن شاء الله. لمن فاتته مشاهدة هذه الحلقة والحلقات السابقة من برنامج صباح كربلاء، بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني اللي يظهر في أسفل الشاشة.